صح ولا لا؟ مش بده مطاب؟ زي المطاب اللي هنا. وين السلام؟ هاك شو؟ شو السلام؟ صور الدم يا معك الستيل؟ ما فيش ستيل؟ صورته هذا الدم وهذا دم ستيل معك ايش؟ بلا بس صورته. اعطيني شوي الصورة على السيارة. هاي المنطقة هون تقريبا هاي سابع حادث بصير على نفس الخلل ونفس المشكلة بسبب السرعات. بيجي الواحد ماخذ الشوفير أقصى يساره باتجاه نابلس، شو بتوقع؟ بتوقع إنه هاي العمود على نفس الجزيرة اللي موجودة لقبال الملحمة. بيكتشف انه هاي الجزيرة وهاي العمود الكهرباء داخل لجوه حوالي متر ونص بضرب بالحادث، وهي سابع حادث. احنا اللي بنطالب فيه زي ما عملت بلدية طول كريم مشكورة مطب عند سوبر ماركت الجانم، تعمل مطب بجنب الملحمة عشان توقف السرعات واللي بتجاوزوا السرعات وبتسبب هيك حوادث اقبال مجمع الحرباوي. بحاجة لمطب زي ما عملت البلدية مشكورة عند سوبر ماركت الجانم، وهي سابع حادث تقريبا بصير على نفس الموقع بسبب انه الجزيرة داخلة متر ونص عن الجزيرة الاخرى الفاصل ما في الشارع. وبنتأمل خير ان شاء الله.